اقتحمت القوات الإسرائيلية عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية وأجرت حملات تفتيش واسعة، كما اندلعت مواجهات بينها وبين شبان فلسطينيين. وسائل أعلام فلسطينية قالت إن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية بيت سيرة غرب رام الله وبلدة علار شمال مدينة طول كرم، بالإضافة إلى اقتحام عدة قرى غرب جنين بالتزامن مع تواصل اقتحامها لقرية جلمون شمال شرق المحافظة. كما ذكرت وسائل أعلام فلسطينية أيضا أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم العروب شمال الخليل.